الممرات يا جماعه؟ احنا تقريبا حوالي 3000 4000 5000، العدد كبير جوا الميناء وبرا وعلى الكورنيش. الناس بتنوم في الارض، ارامل، اطفال، مسنين، مرضى بشكل عام. السودان عايش في لحظه بتاعت رعب حقيقيه، رعب حقيقيه. يعني انا بتكلم عن جثث في الشوارع، شمينا روحة الجثث ونحن جايين من الخرطوم، الضرب، الغزف. يعني بجد السودان في حالة بتاعت حرب حقيقية. احنا قاعدين هنا في مكان، يعني الله يجزاهم الخير، وفروا لنا اصلا مكان، لكن احنا قاعدين في الارض، ويعني اغلب الناس قاعدين في الاراضي، كلنا جايين من اماكن بعيدة، اغلبنا اتين من الخرطوم.